هاي يا جماعة، ازيكم؟ يا رب تكونوا كويسين. مبدئيا عايزة اشكر كل الناس اللي بعتولي، عشان انا كنت متضايقة امبارح وزعلانة ومكتئبة، وعملت لايف كده كئيب شوية بالليل with black background. فممكن حضرتك تدخل يمين بس، عشان يمين من يمين من هنا. بطيء. خليك في البطيء، تطلع ورا على السريع. بس ادخل من بطيء احسن. فشكرا لكل الناس اللي بعتتلي تسأل عليا وتطمن عليا، يعني I much appreciate. طيب النهارده كنا عايزين نتكلم عن تاريخ النهارده ال 14، اللي هو تاريخ 14/2022. زي ما قلت لكم قبل كده ان احنا النهارده عندنا فول مون موجود في برج القوس، وده ليه تاثيرات كتيره جدا على الابراج. خلينا نمسك كل برج بقى ونقول مين الابراج اللطيفه النهارده وبكره، ومين الابراج اللي تاخد بالها. بس قبل ما ابتدي، يعني بجد يعني عايزه اقول لكم نصيحه كده مني كرشا: ما تستسلموش دايما للطاقة السلبية. يعني انا عندي مشكلة كبيرة وكنت مكتئبة بصراحة، يعني او ستيل مكتئبة بس بحاول احارب. يعني الاستسلام للطاقة السلبية بيؤدي ان الموضوع بيكبر كده، وتحس ان الموضوع كأنه بيتكاثر. فالطاقة السلبية عاملة زي العدوى بجد، بتتعدي وتلاقيها يعني عمالة زي النار كده بتاكل في الهشيم يعني. فبليز يا جماعة دونت، يعني ما تدبوش في الطاقه السلبيه. وانا النهارده قررت، انا امبارح ما عملتش اي حاجه في حياتي غير ان انا فضلت نايمه بجد، ما خرجتش من اوضتي حتى، ودي كانت غلطه يعني. فبس فالنهارده قلت بقى اخرج للعالم. طيب خلونا نبتدي بقى برج القوس على كل الابراج. خلونا نبتدي برج الحمل. برج الحمل يو ار وان اوف ذا بيست، يعني استغلوا الطاقه الايجابيه، استغلوا الشعور بالامتنان، الشعور بالفرح، بان انت مبسوط من نفسك، بان انت حاسس بقيمه نفسك، ان انتوا تشتغلوا الحاجات اللي انتوا عايزين تخلصوها. اي حاجه نفسك تخلصها حاول تخلصها، ابعدوا عن اي حاجه مزعجه، ابعدوا عن اي حاجه. انتوا one of the top، لان انت برج ناري وبرج القوس بيدعمك. فالنهارده طاقتك حلوه قوي، حلو يمكن في مصالحات، ممكن تكلم حد ما كلمتوش من فتره، او بقالك فتره ما كلمتهوش، صديق بقى، حد قريبك، حد بتحبه. فكانك انت طاقتك حلوه، فعايز تفرح وتفرح الناس اللي انت بتحبها. معلش ممكن حضرتك تقفلي الشباك اللي قدام اللي فوق ده. فانت يعني بعيدا النهارده عن الطاقه السلبيه، فاستغلوا يومكم النهارده يا برج الحمل لمصلحتكم. وانتوا اصلا الاسبوع ده لطيف بالنسبه لكم يا برج الحمل، اصلا في طاقه وفي يعني عندك عايز تعمل حاجات، عندك افكار، عندك حاجات شغال عليها. فيوتيلايز ذس انرجي. بعد كده ندخل على برج الثور. برج الثور انت عندكم تحسن، لان برج الثور الاسبوع اللي فات كان سيء جدا يا جماعه. برج الثور عنده حاله ملل وحاله زعل وحاله كآبه وحاله امباشن مش طبيعيه. فحاولوا ان انتوا بقى تستغلوا ان انتوا بداتوا تفوقوا شويه، اعملوا هواياتكم، اعملوا الحاجات اللي انتوا عايزين تعملوها، ابعدوا عن الطاقه السلبيه. برج الثور انتوا كفاياكم طاقه سلبيه. برج الثور يا جماعه حالته النفسيه وحالته الصحيه كانك انت مش عايز تعمل اي حاجه، ما كانش نفسك تعمل اي حاجه، والماديه كمان ما كانتش احسن حاجه الفتره اللي فاتت. فتحس ان انتوا زهقانين، ملانين، طاقتكم مش حلوه. فدوروا على الحاجات اللي انتوا بتحبوها، اتصالحوا مع البارتنرز بتاعتكم. لو انتوا متخانقين، لو في مشاكل ما بينكم، اتكلموا مع بعض، ابعدوا عن اي حاجه نيجاتيف يا برج التورس. واستغلوا ان انتوا في تحسن. يعني الاسبوع اللي فات ده كان سيء جدا، لا الاسبوع ده افضل. فاستغلوا طاقه الاسبوع ده، اهتموا بنفسكم، العبوا رياضه، جو اون، ابعدوا عن اي حاجه ممكن تضايقكم. طيب تعالوا بقى نكمل كلامنا عن برج فقولوا لي برج التورس، فعلا انتوا الفتره اللي فاتت دي كانت فتره صعبه بالنسبه لكم ولا لا؟ وكنتوا بره المود وما كنتوش بتكلموا مع حد ولا بتردوا مع حد، حتى الناس القريبين منكم كنتوا متجاهلينهم ولا لا؟ ماديا كمان عندك تحسن مادي، كانك بتلملم اشلائك، فدي حاجه كويسه برضه. قولوا لي تحت صح ولا لا. ندخل على برج الجوزاء. برج الجوزاء خلي بالكم من علاقاتكم شويه الفتره دي، يعني النهارده وبكره خلي بالكم من علاقاتكم. يعني انتوا ممكن تخسروا ناس بسبب قله اهتمام، او بسبب ردود سخيفه، او بسبب يعني ان شخص محتاجك تتخلى عنه، او ان شخص يعني علاقاتكم اللي انتوا مش عايزين اهتموا بالناس النهارده وبكره، الناس اللي انتوا مش عايزين تقطعوا علاقتكم بيها. لان عدم الاهتمام او التجاهل، او ان انت تتجاهل شخص انت عايزه او ان انت حابه، التجاهل ده ممكن يؤدي الى ان انت تخسر شخص قريب او شخص عزيز او شخص مهم بالنسبه لك. قولوا لي يا جماعه تحبوا نتكلم عن برج ايه النهارده في طاقه يونيو. انا اديت لكم اوبشن: برج الثور، برج الحوت، برج السرطان، برج الميزان. اختاروا برج من الاربع برجين، اختاروا برجين من الاربع ابراج نتكلم عنهم النهارده.
طيب فبرج الجوزاء خلي بالك من اي حاجه ليها علاقه بعلاقات عاطفيه، علاقات صداقه. يوبا انت كويس لان الشمس بتدعمك، بس انت عندك زحمه شويه. خد بالك ان برج القوس هو البرج المقابل ليك في الدايره الفلكيه، فده ممكن يعمل لك لخبطه، زحمه، عدم اتفاق، تحس ان انت بتعصب بسهوله، زهقان، متزهقان، مالكش مود تعمل حاجه، زهقان. هو برج الجوزاء على طول زهقان، بس الفتره دي ممكن تلاقيك زهقان من كل حاجه، كل حاجه مش بتبسطك، عايز تعمل حاجات جديده، عايز تخرج بره الصندوق. فحاولوا يا برج الجوزاء ان انتوا تخرجوا بره الصندوق وان انتوا تعملوا حاجه جديده او تفكروا في فكره جديده. طيب بعد كده خلونا نتكلم عن برج السرطان. سرطان بقى انتوا تاخدوا بالكم، انتوا برج السرطان انت من الابراج اللي لازم تاخد بالها النهارده، عندك شغل كتير، مشغول بالك، مشغول يعني بتفكر كتير، زهقان شويه، مودي يعني، ممكن تبقى ابس اند داونز كده في اليوم، شويه تلاقيك مبسوط وفرحان وكويس وكل لطيف، وشويه تلاقيك داون مش عايز تعمل حاجه، زهقان، متزهقان، مش مبسوط، مش احسن احوالك. فبرج الكانسر خلي بالكوا الفتره دي ممكن تكون فتره مش يعني مودك كده مش احسن حاجه، متلخبط، عندك حاجات كتيره ملخبطات، مستني حاجه تحصل، مستني خبر معين او قرار معين. فانت خلي بالكم من طاقتكم، من عصبيتكم، ان انت تكون مودي او ان انت تكون اي حاجه بتعصبك يعني. طيب بعد كده خلونا نقولوا يا برج السرطان، هل انت في حاجه معينه او قرار معين او شيء معين انت منتظره ولا لا؟ بعد كده هو طيب بعد كده خلونا نتكلم على برج الاسد. برج الاسد انتم الابراج الاكثر حظا والاكثر دعما والاكثر طاقه النهارده زيكم زي برج الحمل، فاستغلوا يومكم النهارده، علاقاتكم الاجتماعيه كويسه، علاقاتكم بالافراد اللي حواليكم كويسه، انتم مبسوطين يعني، اعملوا الحاجات اللي بتحبوها، استمتعوا بيومكم يعني، اخرجوا الخروجات اللي بتحبوها، يوم جميل ويوم ظريف فاستغلوه، ما تضايقوش نفسكم، ما تبعلوش بعدوا حاجه ممكن تضايقكم. فانت من الابراج اللي لازم تستغل طاقه النهارده وانفراجات النهارده وتاثير النهارده في حياتك ايجابي جدا جدا. ممكن تسمع خبر يفرحك، تحصل حاجه تخليك بوزيتيف، تتفق على حاجه تبسطك، فانتوا من الابراج المبسوطين النهارده يعني، ربنا يبسطكم كمان وكمان. طيب بعد كده ندخل على برج العذراء. برج العذراء اللي هو برجي بقى، احذروا قوي يعني، النهارده وامبارح was very down days يعني، يوم مش حلوين خالص، لان برج القوس مش برج داعم ليك، عندك حوارات كتيرة، عندك حاجات، اخبار ممكن تسمعها سيئة مش متوقعة، اخبار مش حلوة يعني. عذراء you are out of the mood، انت مش مبسوط، متضايق، مخنوق، علاقاتك متوترة جدا، علاقاتك ثقتك في نفسك مهزوزة قوي قوي، مش عارف انت عايز ايه، مش عارف انت رايح فين، عندك تأخير، تأجيل، زحمة، عندك وراك حاجات كثيرة قوي قوي يعني. صحيا برضو ممكن يكون عندك مشاكل صحية، السرطان برضو ممكن يكون عنده مشاكل صحية النهاردة على فكرة يعني، سرطان وعذراء لازم تحضره. بس برج العذراء انت من النهاردة يوم صعب بالنسبة لك بصراحة، ويوم مش مثمر قوي، ويوم زحمة، ويوم مودك وحش، حاجات تعصبك، حاجات تنرفزك، في تاخيرات، تحس انت متاخر في حاجات كتيره، فتذكر يا برج العذراء انتوا الابراج اللي لازم تحضر جدا، انتوا برج السرطان لحد دلوقتي. طيب برج الميزان عندك الدنيا ماشيه معاك، طاقتك حلوه، عندك تفاؤل، عندك طاقه كويسه، مالياتك حلوه، جايلك اخبار حلوه، شكلك حلو، مهتم بشكلك، مهتم بستايلك، انت من الابراج الاكثر دعما والاكثر نشاطا النهارده والاكثر طاقه، وانت تعد من اكثر الابراج الحيوية والأكثر الأبراج المحظوظة النهاردة. فجو اون في يومكم واستغل اليوم، لأن يومكم حلو قوي، يومكم مدعوم جدا يا برج الميزان. يا جماعة الناس بتسألني على لون الروج، أنا بصوا خلوا نعمل فيديوز للميك اب لوحده عشان الناس بتتضايق لما ندخل مواضيع في بعضها، وأنا عندي أعداء كتيرة، فهي مش عايزين بقى الأعداء بتوعنا يمسكوا فينا يعني. قولوا لي يا جماعه بتتفرجوا على مدينه ايه، قولوا لي يومكم عامل ايه النهارده لحد دلوقتي. انا يومي في تاخير يعني، انا متاخره على شغل، متاخره في حاجات كتيره، وعندي مشاوير كتير لسه ما خلصتهاش، فانا يومي في تاخيرات شويه. طيب بعد كده ندخل على برج العقرب. برج العقرب يومك حلو، يومك ظريف، في انفراجات، في تعويضات، في مصالحات، في استعدادات قويه لان انت تكون افضل، فانت النهارده يومك حلو يا برج العقرب، يومك مدعوم، استغله كويس جدا، عندك طاقة حلوة، تيسيرات في الشغل،
مبسوط، متحدث لبق عندك، مبسوط. فمن الايام الحلوه جدا جدا بالنسبه لك يا عقرب، استغلها كويس. برج القوس، انتوا النهارده يومك يا برج القوس يوم حلو، يوم طاقه، يوم جميل، يوم تأثيراته حلوة عليك. ممكن تقابل شخص ما قابلتوش من زمان، تتكلم مع حد كان وحشك، عندك بتعكنك بترجع، يعني طاقتك احسن بكتير من الثلاث ايام اللي فاتوا. فانت من الايام الابراج لازم تستغل النهاردة لمصلحتها يا برج القوس. برج عايز صالح حد، صالحه النهاردة، عايز تعترف اعتراف لحد عاطفي، اعترف له النهاردة. بس خلي بالك من الاندفاع، يعني الحاجة الوحيدة التأثير ده ممكن بس شوية يخليك مندفع، متهور، متسرع، فما تتسرعش في قطع العلاقات خاصة. برج الجدي النهارده يوم بطيء بالنسبة لك يا برج الجدي، يوم طاقتك مش أحسن حاجة، ممكن تكون عندك خلاف مع حد بتحبه، حد بتحبه زعلان منك، حاجة معصباك، حاجة مضايقاك، بعيد عن شخص أنت مثلا بتعزه، في الشغل حوارات، كلام كتير، لخبطة. فالنهاردة احذر جدا يا برج الجدي، انت من الابراج اللي لازم تحذر وتاخد بالها كتير. يعني كده الابراج اللي لازم تحذر لحد الوقت برج العذراء وبرج السرطان وبرج الجدي، انتوا من اكتر تلات ابراج لازم تاخد بالها النهاردة، وتاخدوا بالكم من طاقتكم، وتاخدوا بالكم من عصبيتكم، اندفاعكم. فخلي بالكم كويس قوي يا برج الجدي، لان النهاردة يوم مش مدعوم بالنسبة لك، يوم طاقته مش حلوة، يوم طاقته فيها تأخير، فيها تأجيل. فأي حاجة أجلوها لبكرة، يعني أنا شايفة أن بكرة هيبقى أفضل بكتير بالنسبة لك، أي حاجة مهمة نأجلها لبكرة. برج الدلو، أنت من الأبراج المحظوظة جدا النهاردة، اللي عندكم أنرجي كويسة، عندكم طاقة كويسة، عندكم يعني لا النهاردة يوم حلو بالنسبة لك، مبسوط، فرحان، حاجات بتسمعها كويسة، أخبار حلوة، حد يكلمك مكالمة حلوة يقول لك خبر حلو. فخليك مستعدين واستغلوا النهاردة، لأن النهاردة يوم مدعوم جدا، عندك تفاؤل كده، عندك طاقة إيجابية، عندك ممكن يجيلك مصدر دخل، حد يساعدك، حد يسلفك فلوس، حد يدعمك، حد فلوس كان حد واخدها منك يرجعها لك. فالنهاردة يومك حلو، يومك نشاط، عندك نشاط في العمل، طاقة حلوة جدا، استغلها. اخر برج هو برج الحوت. برج الحوت برضو انت خلي بالك النهارده يوم شويه ملخبط، ممكن تسمع اخبار مش حلوه، حد يقول لك حاجه تزعلك، حد يقول لك حاجه تضايقك، حد كسل شويه، عدم استقرار، متوتر، متعصب، ممكن حد، وخاصه خلي بالك من اي حاجه ليها علاقه بالعيله في حياتك يا برج الحوت. يبقى احنا الابراج الاربع ابراج اللي لازم تخلي بالهم بالترتيب، برج العذراء، برج الجدي، برج السرطان، وبرج الحوت. الاكثر ابراج اللي تستغل النهارده لمصلحتها برج القوس، برج الاسد، برج الحمل، برج الميزان، وبرج الدلو. بشكركم، يا رب الفيديو يكون عجبكم. ثانك يو بجد لكل الناس اللي بتبعت لي كلام ايجابي، كلامكم حلو جدا، مسجات بتديني طاقه ايجابيه. وشكرا لكل الناس اللي عماله تكتب لي ان انتوا زعلانين علشاني، وانا في مسج هكتبها النهارده على اليوتيوب يا جماعه، بليز الناس اللي بتحبين تدخلوا على اليوتيوب كوميونتي، وفي طلب انا هطلبه منكم على اليوتيوب كوميونتي، ادخلوا شوفوا الطلب ده ايه وساعدوني فيه، قولوا لي الطاقه دي بتتفق معاكم ولا لا، قولوا لي بتتفرجوا عليا من مدينه ايه. ثانك يو، مع السلامه.